السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم بداية جميلة مشرقة بالتفاؤل والأمل، صباح يرسم البسمة على وجوهكم مشاهدين ومستمعين الصباح رباح، فاسعد الله صباحكم بكل خير. ساعتنا الصباحية لليوم متنوعة بمواضيعها وفقراتها الخارجية، بيكون معنا نديبنا حمد الفياض من فندق فور سيزن بيعرفنا على ورشة عمل فرص الأعمال الجديدة للشركات الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة، وبالإضافة لفقرتنا الأسبوعية المسؤولية الاجتماعية مع زميلتي حصة السويدي، وأيضاً علوم الجو والبورصة وضيفاتنا في استديو الصباح رباح، وبنقرأ معاكم أهم عناوين صحفنا الصادرة لصباح اليوم. بداية حلقتنا بتكون مع نديبنا حمد الفياض المتواجد في فندق الفور سيزن لتغطية ورشة عمل فرص الأعمال الجديدة للشركات الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة. صبحك الله بالخير يا حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، صبحكم الله بالخير، صبحت الله بالخير اختي نيلة في الاستديو. بالفعل احنا متواجدين معاكم من الفور سيزن، وهذه الشراكة المميزة بين قطر للتنمية وشركة شل في دعم المشاريع الجديدة وخاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة. ان شاء الله بيكون لنا لقاء مع بين قطر للتنمية ومع شركة شل، نتحدث اكثر عن هذه الشراكة واهمية الفرص الموجودة من خلال هذه الورش. في البداية يسعدني أنا استضيف السيد بدر الكواري مدير دعم توطين الأعمال من بنك قطر للتنمية. صبحك الله بالخير بدر. صبحك الله بالنور، مرحبتين، يعطيكم العافية. الله يعافيك، الله يسلمك. بدر، في البداية ودنا نعرف مشاهدينا بأهم الفرص اللي موجودة الآن وأهم النقاط اللي بتطرق لها الورشة. طبعا هذه الورشة أتت من كنتيجة من العمل المشترك والتعاون الوثيق بين شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية على مدى 4 سنوات، وهذه النسخة الرابعة. طبعا احنا في بنك قطر للتنمية نعتبرها ايضا بالاضافه الى انها بدانا نقطف ثمره جهود ومشاركه شركه شل معنا في معرض ومؤتمر قطر الاول تعاقدات المشتريات الحكوميه الذي عقد في مارس من هذه السنه، وتم تحديد هذه الفرص بالذات السنه هذه من الفرص التي عرضت في المؤتمر في المعرض، وتم فرزها بحيث انها تكون سلسه وممكن انها تكون في شراكه بينها وبين الشركات الصغيره المتوسطه. نوعيه الفرص هي لدخول الشركات الصغيرة المتوسطة في سلسلة التوريد لمصنع بيرل جي تي ال الأولى، تحويل الغاز إلى سوائل. نعم. طيب احنا نتكلم عن مشروع ضخم، مشروع يعتبر بيكون الأكبر حجما في العالم والأول في تصدير الغاز المسال. هل في رأيك أن الشركات الصغرى المتوسطة جاهزة لخوض هذه التجربة؟ نعم، هذا هنا يأتي دور بنك قطر للتنمية بتطوير وتأهيل هذه الشركات بحيث أن ممكن أن ترسي المناقصة للشركات الصغرى المتوسطة بحيث أن يكون عنده عمل مشابه، فيجي دور بنك قطر للتنمية بتطوير ببناء المصنع وتطويره من احتياجاته للوفاء بالمناقصة. على سبيل المثال السنة الماضية كانت في مناقصة لمصنع كان هو متخصص في صيانة طفايات الحريق، فتم وكانت المناقصة لإنتاج طفايات الحريق، فبنك قطر للتنمية ساعد المصنع هذا بحيث أنه ساعدته بالتمويل وبالخدمات الاستشارية وبدراسات الجدوى بحيث أنه ينتج المصنع، وإن شاء الله هذه السنة إن شاء الله في منتصف السنة إن شاء الله راح يبتدي إنتاج طفايات الحريق. طيب بدر، أخيرا كتوطين للأعمال وبعد معرض مشتريات، هل في رأيك أنها بتكون انطلاقة للشركات الصغرى المتوسطة بشكل أكبر وشكل ملحوظ في السوق؟ نعم، احنا راح نلاحظ إن شاء الله بعد مبادرتنا مع شركة شل، بعد هذه الورشة راح تتبعها إن شاء الله ورشات عمل أيضا مع جميع الشركات أو الجهات الحكومية وشبه الحكومية اللي كانوا مشاركين معنا في مؤتمر مشتريات، وإن شاء الله راح يتم تحديد جميع الفرص وتكون الفرصة متاحة للجميع إن شاء الله. بإذن الله. السيد بدر الكواري مدير دعم توطين الأعمال مال بنك قطر للتنمية، بيض الله وجهك وشرفنا على شاشتك. الله يسلمك، وجهك أبيض، جزاك الله خير. مشاهدينا بالفعل دور كبير لبنك قطر للتنمية، وودنا نتعرف بعد على دور شركة شل قطر مع أخوي صلاح محمد الملك مستشار الاستشارات الاجتماعية في شركة شل قطر. صلاح صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور أخوي حمد. صلاح، ودنا نعرف مشاهدينا عن اهم الفرص اللي موجوده اليوم وش اللي بيتعرفون عليه من خلال الورش. تمام، انا الشيء اللي احب اقوله في البدايه، طبعا ورشه فرص الاعمال هي مبادره مسؤوليه اجتماعيه بالشراكه بين شركه شل قطر وبين قطر للتنميه، وهذه الحين السنه الرابعه. طبعا احنا نقدم فرص متنوعه ومختلفه، في عندنا فرص تقنيه، في عندنا فرص اداريه، يعني عندنا مثلا تصنيع اول اكسيد الكربون والغازات الصناعيه، عندنا تقديم خدمات ترجمه، فالفرص مختلفه ومتنوعه، عندنا 6 فرص ان شاء الله نقدمها اليوم.
بإذن الله. طيب هذه الشراكة مستمرة، وأعتقد في بعض المنقصات نزلت، وبعض الشركات الصغرى والمتوسطة أوريدي رست عليها بعض المشاريع من مشروع اللؤلؤة. هل في فيدباك من أو تقارير من خلال هذه الشراكة، وشلون أداء الشركات الصغرى والمتوسطة إلى الآن؟ طبعا نفس ما ذكرنا الورشة هذه السنة الرابعة، خلال السنوات الثلاثة اللي راحت وقعنا مع 14 شركة صغيرة ومتوسطة، والقيمة العقود في 14 شركة خلال 3 سنوات تقريبا 35 مليون ريال. أداء الشركات بشكل عام راضين عنه إحنا، وجيد وفي تطور مستمر. طبعا إحنا اللي نسوينا كل شركة لما توقع ويانا تأخذ مهلة 18 شهر، خلال فترة 18 شهر هذه إحنا نساعدها لرفع معايير طبعا الجودة عندهم، معايير السلامة، فإحنا نتعاون مع الشركات أيضا لتحسين أدائهم مستواهم. في نفس الوقت طبعا أيضا إخواننا في بنك قطر للتنمية يعطونهم الدعم المالي والدعم الاستشاري، فبالتالي الشركات أول اللي وقعنا يوم في أول سنتين فما قلت لك أدائهم صراحة جيد وإحنا سعيدين. اللي وقعنا يوم مثلا العام الماضي لازال في وقت لين إحنا نشوف إن شاء الله ونقيم أكثر. صراحة يمكن على حد معرفتي بشركة شل قطر إن هي شركة قطرية جزء من شركة عالمية، والمعايير وخاصة في الموردين عالية جدا. شلون قدرتوا توصلون الشركات الصغرى والمتوسطة لهذا المستوى إن هي تبدأ تتنافس مع الشركات العالمية؟ طبعا احنا الشيء الأول اللي حب نقوله إن احنا عندنا ثقة تامة في الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ومستواها. الشيء الثاني اسمه أنا ذكرت احنا نعمل مع الشركات ونحاول نرفع مستواهم ونرفع من أدائهم، يكون في تعاون بيننا وبينهم واستشارة مع إخواننا بنك قطر التنمية أساس نوصل المستوى المطلوب إن شاء الله. جميل. طيب سؤال أخير، أنت تحدثت عن أن هذه من المسؤولية المجتمعية. نعم. ليش تدرجونها تحت المسؤولية الاجتماعية وتحت CSR؟ نعم. إحنا خطة المسؤولية الاجتماعية عندنا كاملة تأتي من رؤية قطر 2030، وواحدة من المحاور نفس ما أنت عارف دعم الاقتصاد القطري وتنويع الاقتصاد، فهذا الشيء اللي إحنا نركز عليه في دعم الاقتصاد القطري. أنا بس خلني أضيف نقطة أخيرة، إحنا طبعاً الورشة اليوم اللي ما جاء لازال في فرصة إنه يكون معانا ويسجل لغاية تاريخ 7/6 عن طريق الموقع اللي هو smeop.qdb.qa smeop.qdb.qa. يعطيك العافية صلاح محمد الملك، مستشار الاستشارات الاجتماعية في شركة شل قطر، بيض الله وجهك، شرفنا على شاشة الرياض. تسلم يا أخوي، ما قصرتوا. مشاهدينا الكرام، بالفعل شيء جميل ان احنا نشوف الشركات الصغرى والمتوسطه ان هي تتنافس مع الشركات العالميه بدعم من الشركات المحليه وخاصه من قطر للتنميه. هذا كان ما لدينا من الفور سيزن، ونعود الى اختي نايله في الاستديو. نشكرك اخوي حمد على هذه التغطيه، وبالفعل مشاهدينا الورشه راح تكون رافد قوي ومهم للشركات القطريه الصغيره والمتوسطه، الله يوفق الجميع. اما الحين مشاهدينا خلونا نقرا معاكم اهم عناوين صحفنا الصادره للصباح اليوم. بداية مع جريدة الشرق، وأول خبر منها الترخيص ل 27 حملة، 16 منها جوا و 11 حملة برية. علي المسيفري، 1200 حاج حصة قطر والأوقاف تسعى لزيادتها. خبرنا الثاني من محليات الشرق، مركز السدرة يفتتح 6 عيادات خارجية للأطفال الشهر المقبل في الصحة النفسية والأنف والأذن وجراحة التجميل والتخدير. وخبرنا الأخير من الشرق، نائب الرئيس للعمليات التجارية والتسويق بالمرفأ الجوي عبد العزيز الماس، خدمة جديدة لتسجيل المسافرين ذاتيا بمطار حمد وطباعة بطاقة الصعود للطائرة. وجريدتنا الثانية الوطن، وأول خبر منها انخفاض في أسعار الإيجارات قريبا لمستويات تتراوح بين 10 و 15%. وخبرنا الثاني من الوطن، دخل حيز التنفيذ إعفاء متبادل للتأشيرة بين قطر وتركيا. وخبرنا الأخير من الوطن، مع اختتام الموسم الرابع للساحات في المزروعة الخور وثخيرة الوكرة، 58 مليون ريال قيمة مبيعات منتجاتنا الزراعية. وجريدتنا الثالثة الراية، وأول خبر منها التنمية الإدارية والعمل تدعو للالتزام بساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف، بدء تطبيق قرار تحديد الساعات 15 يونيو وحتى 31 أغسطس. وخبرنا الثاني من الراية، إسباير تنظم فعاليات ثقافية وتراثية في رمضان لجميع أفراد العائلة واعتبارا من اليوم الخامس.
وخبرنا الأخير من محليات الراية. الراية ترصد مراحل التصنيع في ورشة مستشفى رميلة، تركيب أطراف إلكترونية لأول مرة في قطر. وجريدتنا الرابعة لوسيل، وأول خبر منها: فرصة للمواهب والكفاءات المحلية، قطر للمال تطلق برنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي. وخبرنا الثاني من لوسيل: 10 دول فقط في العالم توفر هذه السرعة، أريدو تطلق باقة الألياف الضوئية 1 جيجا بايت بالثانية. وخبرنا الأخير من لوسيل: جولة لوسيل داخل المدينة العمالية، مرافق بروة البراحة تتفوق على مناطق بالعاصمة. وجريدتنا الخامسة العرب، وهي الجريدة الأخيرة وأول خبر منها: السوبر والديزل مستقران، والممتاز يرتفع 5 دراهم. وخبرنا الثاني من العرب: الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة بالدوحة، تتسع لأكثر من 6000 مصلٍ. وخبرنا الأخير من جرايدنا لليوم ومن العرب الاقتصادي: مواطنون للعرب، الفعاليات المحلية توفر فاتورة السفر صيفا ونطالب بزيادتها. مشاهدينا، هذه كانت كل عناوين صحفنا الصادرة لصباح اليوم، وبعد الفاصل بنتعرف على فقرة المسؤولية الاجتماعية لهالأسبوع، خلكم معنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا، ومن علوم البورصة إلى علوم العاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحديدا النساء. عن هالجهود بتكلمنا عنها زميلتي حصة السويدي. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في فقرة المسؤولية المجتمعية لهذا الأسبوع، واللي تأتيكم من مرسى ملاذ كامبنسكي في اللؤلؤة. اليوم بنتكلم في فقرتنا عن برنامج المسؤولية الاجتماعية النسائي اللي تدعمه الشبكة العربية للبث المشترك مع حملة المرأة العربية. طبعا هذه الحملة تدعم النشاط النسائي في خدمة المجتمع وبنائه. بنتكلم عنه مع ضيفتنا الأستاذة موزة الإسحاق اللي تشارك أيضا مشاركة فعالة وتنافس على اللقب بالفوز إن شاء الله في هذا البرنامج. يا هلا ومرحبا فيك أستاذة. هلا فيك حصان، الله يسلمك. أستاذة، شو فكرة هذا البرنامج، برنامج المسؤولية الاجتماعية؟ يا ريت تعطينا نبذة بسيطة عنه. فكرة البرنامج هو تنظم الشبكة العربية، مثل ما تفضلتي، الشبكة العربية للبث المشترك بالتعاون مع حملة المرأة العربية. نعم. هو لتصحيح الإعلام الهادف نحو المرأة، ومن خلال المبادرات الاجتماعية التي تقدمها في مجتمعاتها، إضافة لتسليط الضوء على المسؤوليات الاجتماعية للمرأة والأسرة في هذا الجانب. فكرة البرنامج هو تقديم مبادرة اجتماعية للمتنافسات على المستوى العربي والخليجي في المجتمع، التي هي بتتنافس منها سواء كانت على المستوى العربي او على المستوى الخليجي. الحين انت استاذه في هذا البرنامج مريتوا في مراحل اكيد وتنافسين على اللقب، بس لو بسالك قبل، شو اللي خلاك ودفعك وخلاك تشاركين في هذا البرنامج؟ هي المبادرة، الفكرة عجبتني جدا، ان مبادرة اجتماعية، ان انا كيف ان انا اسلط الضوء فيها على ضوء المرأة، وان انا افعل دور المرأة من الجانب الاجتماعي ودورها كمسؤولية اجتماعية في هذا الجانب. الفكرة عجبتني ان انا اعرض تجربة المرأة القطرية ودورها التطوعي وتحملها للمسؤولية لهذا الجانب، من خلال نشر ثقافة العمل التطوعي ودورها كمسؤولية اجتماعية، وخاصة الدولة تدعم هذا الجانب، فكانت مبادرة ان امثل المرأة القطرية من خلال هذه المبادرة. طبعا قدمتي مبادرة على أساسها تم يعني قبولك ودخلتي هذا البرنامج، لو تكلمينا أيضا عن هذه المبادرة. أنا تقدمت، يمكن هي كل مبادرة المتنافسات من الدول العربية قدموها في مجال معين، سواء كانوا أيتام أو كانت سرطان أو كبار سن أو ذي احتياجات خاصة. صحيح. على حسب المبادرة اللي تقدمت بها من دولتها. نعم. ولكن أنا عملت في عديد من المجالات، فأنا فضلت أن يكون اسم مبادرتي المرأة أساس المسؤولية الاجتماعية، وطرحت كل ما خدمت في دور المرأة في هذا الجانب، سواء كان في كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، سواء دعم العمل التطوعي ودور المرأة القطرية فيه عملت من خلاله، دور المرأة والشباب عملت من خلاله، دور المرأة في دعم العديد من الأنشطة والفعاليات التي خدمت فيها المرأة القطرية في الفعاليات الكبرى التي نظمتها الدولة وكان للمرأة القطرية دور فيها. نعم. شاركت أيضا، قدمت دور المرأة من خلال العديد من تناولها للقضايا المختلفة، سواء كانت قضايا اجتماعية أو ثقافية أو كل ما يهم المرأة والشباب، والعمل التطوعي أو تسليط فيها الضوء من خلال القلم أو من خلال التحقيقات الصحفية التي تناولتها. نعم. من خلال الصالونات الثقافية، وكيف أن قدرت هذه أسلط الضوء على هذا الجانب كحلقة متصلة قدمتها، وإن شاء الله ننول لقب الملكة من خلال هذه الأدوار أو من خلال هذه المبادرة إن شاء الله. إن شاء الله. متى بتكون المرحلة الأولى؟ بيكون عرض يعني حلقتك. المرحلة الأولى هي كانت عملية الاختيار وتقديم السيرة الذاتية أو تقديم كل المبادرة أو اسم المبادرة، عملية الترشيح وعملية الموافقة على المبادرة وعلى ما سوف يتم عرضه، وانتهينا منها وتمت القبول الحمد لله لترشيحي كأحد المتنافسات من دولة قطر على لقب ملكة المسؤولية الاجتماعية. ونزلت في الصحف أيضا. نزلت وحاليا انتهينا من عملية التصوير والخطاب الحماسي. كانت تقديم الخطاب الحماسي، فكرة تقديم العرض من أحد خطواتها أن أقدم الخطاب الحماسي للشباب، وبالفعل تم تصويره وتم تسليط الضوء على الجوانب الاجتماعية والجوانب العملية وما سوف أدخل فيه المبادرة. انتهينا من عملية التصوير، سوف تكون حلقتي الحلقة الثامنة بمشيئة الله المرحلة القادمة. حاليا تم عرض الحلقات من الحلقة الأولى الخامسة، وأنا الحلقة الثامنة إن شاء الله. الثامنة. وين أستاذة موزة الإسحاق فيما بعد
بإذن الله يعني نقول حصلتي اللقب مسبقا، وين راح تمضين في طريقك كناشطة اجتماعية من بعد الحصول على اللقب؟ أشوف نفسي أن أنا أنشر ثقافة الوعي بالدرجة الأولى، أن يكون هناك في نشر ثقافة الوعي للمسؤولية الاجتماعية كدورنا كنساء ودورهم كالمرأة تمثل نصف المجتمع. نعم. وأنا أقول من خلال هذا المنبر فإن المرأة كل المجتمع، لأن المرأة تتميز بالعديد من المهارات والأدوار، فنحاول أن ندعم هذا الدور أو نسلط الضوء على هذا الدور. حابنا نسعى في هذا الدور أن ندعم دور المرأة كتجربة رائدة في هذا العمل. صحيح. وكيف تسير على نهج دولة قطر في هذا الجانب. سوف أكون داعمة بعد هذا المنبر أو بعد حصولي، نأمل إن شاء الله حصولي على لقب الملكة، أن أكون حلقة وصل ما بين وبين مؤسسات مجتمع المدني أو تحقيق لرؤية قطر في هذا الجانب، وخاصة قطر سلطت الضوء على المسؤولية الاجتماعية في ولم تنسى هذا الجانب في إطار مسيرتها التنموية والاقتصادية. نعم. لرؤيتها 2030. فأتمنى أن تكون هذه البداية بعد حصولي وليست ما بعد، أكون داعمة لهذا الجانب من خلال القلم، من خلال تحقيقاتي، من خلال المراكز الشبابية، من خلال الصالونات الثقافية، أن أدعم هذه الرؤية بتوصيلها بصورتها بصورتها الثقافية أو التوعوية. نعم. لكافة شرائح المجتمع، حتى نسعى إلى ما تطمح له الدولة، وأن يكون للمرأة القطرية عامل بارز فيه سواء قبل أم بعد. سؤالي الأخير، كلمة للمرأة القطرية توجهينها لها فيما يخص المسؤولية ودورها في المسؤولية المجتمعية. المرأة القطرية فأنت أهلا لأي مكان تقودينه، فقطر تستحق منا الكثير. صحيح. وتستحق منا الدعم الكافي من خلال المبادرات القوية. قطر دعمتنا اقتصاديا ودعمتنا اجتماعيا ودعمتنا تنمويا. نعم. فنحن نأمل من هذا المنبر أن نكون يدا بيد من أجل رؤية قطر 2030 ودعمها الله. من خلال المبادرات الاجتماعية والأدوار الاجتماعية كدور أساسي وداعم لدولتنا الحبيبة قطر. إن شاء الله بإذن الله، وإحنا نتمنى لك بالتوفيق، وأكيد راح نكون متابعين إن شاء الله لمسيرتك، لأن من أهم الأمور اللي نقوم فيها في فقرة المسؤولية المجتمعية أن إحنا نتابع ما بعد. هذه الاستمرارية هي اللي تخلي الفقرة أساسا مستمرة بجهودكم أنتوا. كل التوفيق لك أستاذة موزة الإسحاق. شكرا لك. الله يسلمك. إذن مشاهدينا، هذا كل ما لدي في فقرة المسؤولية المجتمعية هذا الأسبوع. انتظرونا إن شاء الله الأسبوع جاي في فقرة جديدة. يعطيك العافية يا حصة، كل الشكر لك ولضيفتك. مشاهدينا الحين خلونا نروح لعلوم العمارة القطرية، حيث باتت اليوم تمثل مدرسة من مدارس الفن المعماري، فهي تتجسد في العديد من المعالم اللي نشوفها حولنا عن العمارة القطرية وأبرز معالمها. معنا اليوم في الاستديو المهندسة المعمارية فاطمة السهلاوي، وأيضا صاحبة مكتبة أطلس للعمارة. صبحت الله بالخير ويا هلا فيك في استديو الصباح. صباح النور. مرحبا فيك ليلى. يا هلا. في البداية فاطمة، بما أن أنت يعني مهندسة معمارية، لو نتكلم عن شنو اللي يميز العمارة القطرية، وخصوصا الحين ما شاء الله نشوف كل يوم تطور وازدهار في دولتنا الحبيبة قطر. صح. لو نبتدي نتكلم عن العمارة القطرية التقليدية، طبعا ميزتها البساطة وميزتها الابتكار في التصاميم وفي البناء، وما شاء الله كملت العمارة القطرية بمسيرتها أنها تكون السباقة في المنطقة ككل، وشفناها في كل عقد من عقود القرن العشرين وحتى قرن هذا، أن شفناها تتميز بتطورها وبأنها كانت سباقة مثل ما قلت. ففي كل عقد شفنا نهضة عمرانية مختلفة، أساليب عمرانية جديدة دخلت علينا، ومنها اللي إحنا بعد تميزنا فيها. فما شاء الله لين اليوم وللمستقبل بعد ل 2022، ما شاء الله مثل ما نشوف في ابتكارات تصاميم أندية كرة القدم أو المرافق لها، نشوف فيها ابتكار وتمييز. نعم بالفعل، يعني من خلال بعض من الصور اللي بانت لنا وأيضا إقامتهم مثل هذه الملاعب والإنجازات والإبداعات. أيضا بنتكلم يعني عن نقول أن العمارة القطرية صاحبة البيئة، شنو اللي تستمد هالعمارة من البيئة؟ العمارة القطرية يعني كانت متقيدة بالبيئة اللي كانت مبنية فيها، البيئة كمناخ، ولكن البيئة بعد كالمواد المتوفرة للبناء.
فهذه كانت قيود لها، ولكن هي لقت يعني اللي صمموا المباني التقليدية لقوا أساليب مبتكرة لأنهم يستخدمون المواد هذه أو المواد المتوفرة من المناطق المجاورة لنا، البلدان المجاورة. فشفنا أنها تكونت على أساس أنها تستغل الأشياء الإيجابية في بيئتنا، وإذا كانت أشياء سلبية مثل الحرارة أو مثل الجو المغبر اللي عندنا شفناها لا، بالعكس يعني حاولت أنها في طريقة أو أخرى أنها تتعايش مع هذه السلبيات وتخليها تكون يعني تخففها علينا في معيشتنا. لو بنرجع، أنت ذكرتي طبعاً العمارة التقليدية. أيوة. لو بنتكلم عن الفرق بين العمارة التقليدية والحديثة. أيوة. يعني نشوف طريقتين او في نقدر نقول ان في عماره حديثه استلهمت اكثر يعني اكثر اساليبها من العماره التقليديه، تعلمت من العماره التقليديه لكن طورتها واستفادت من الـ من الـ من العماره المعاصره الغربيه مثلا، في انها تشكل عمارة قطرية حديثة لكنها متوائمة مع هويتنا مع بيئتنا. ونشوف إن في عمارة حديثة لا، يعني مثل ما تقولين أفكار غربية بحتة دخلت علينا وانبنت مثل ما هي تنبني في الغرب. فأنا يعني أحب إن أشجع المهندسين المعماريين وخاصة الصغار منهم وحتى اللي في الجامعات إنهم يصممون بطريقة إنها تكون ملائمة لهويتنا لبيئتنا، بس في نفس الوقت تكون معاصرة، ونتعلم من العمارة الحديثة الغربية أو المعاصرة أكثر. نعم. لو بس بنتكلم بما أن أنت صاحبة مكتبة أطلس للعمارة. أيوة. كلميني عن المكتبة وشلون جات لك الفكرة أنك تفتحين المكتبة، ومتى فتحتيها وفي وين؟ هي المكتبة طبعا تبيع، وفي نفس الوقت ممكن أن زوارنا يستعيرون الكتب منها. هي متخصصة في الكتب والمجلات والمرئيات عن العمارة والعمران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمثل ما تشوفين الموضوع يعني مركزين فيه على منطقة معينة وعلى موضوع معين. ليش؟ لأن يعني طول ما كنا طلبة في الجامعة وحتى مع بداياتنا في الوظيفة في الوظائف الحكومية هني كمهندسات معماريات ومهندسين معماريين، لقينا صعوبة في إن في البحوث، إن إذا بغينا يعني نبحث عن موضوع في العمارة ما كانت موجودة الكتب اللي كنا محتاجينها، لا هي موجودة في محلات ممكن إن نشتريها ولا هي موجودة في مكتبات. طبعا الحين الحمد لله يعني شغالين مع مكتبة قطر الوطنية وراح تكون عندهم مجموعة هائلة يعني عن الكتب المعمارية، لكن يوم شفنا الفراغ هذا في الكتب اللي موجوده لنا يعني قررنا ان نفتح هذه المكتبه. هي مكتبه طبعا مثل ما اقول تبيع كتب، لكن في نفس الوقت مكتب للبحوث عن العماره ومكتب يعني نصمم في مشاريع مختلفه. نعم. ولو بنرجع الحين حق يعني طبعا ما راح نروح بعيد عن موضوعنا، بنرجع الى العماره القطريه. لو بنقول الى يعني أي يعني إلى أي حد تعكس العمارة القطرية في ثقافة بلدنا؟ هي العمارة القطرية شكلتها ثقافتنا، وفي نفس الوقت يعني ثقافتنا شكلت العمارة، والعمارة هي شكلت ثقافتنا بعد في هذه الازدواجية، العلاقة المزدوجة. كيف شكلت ثقافتنا؟ يعني مدينتنا إيش اللي مدينتنا تتكون من العمارة هذه ومن العمران، من السكيك، من الفرجان، من البيوت، واليوم من الشوارع ومن المدارس والمجمعات وإلى آخره. فالعمارة هذه هي يعني مثل ما تقولين تشكل ثقافتنا وتشكل هويتنا، تشكل يومنا كيف نقضي يومنا، وتشكل حياتنا ككل. وفي نفس الوقت ثقافتنا شكلت العمارة هي نفسها، ثقافتنا منها دين، طبعا ثقافتنا متشكله بديننا ومتشكله بهويتنا. أكيد. ومن العماره التقليديه الى اليوم نشوف ان في معايير دينيه
وفي معايير ثقافية واجتماعية شكلت يعني على سبيل المثال البيت القطري. تشكيلته على أساس أن كل الغرف يعني كل الغرف مطلع على ليوان، مطلع على الداخل وليس الخارج، للخصوصية عشان المرأة تقوم بأعمالها اليومية وهي في خصوصية تامة. فمثل ما تقولين في هذه العلاقة اللي شفنا فيها الثقافة شكل العمارة والعمارة شكل الثقافة. وأيضا لو بنتكلم أكيد كل المباني صديقة حق البيئة، لو بنقول يعني فاطمة، هل أنت تعتقدين أن المباني العمارة القطرية قابلة أن تكون صديقة للبيئة؟ إذا بغينا أن نطبق معايير بيئية أكيد. طبعا في العمارة البسيطة التقليدية اللي ما يعني التكنولوجيا ما كانت موجوده والابتكار العالي في العماره ما كان موجود عندنا، للحين ما كان جاينا من 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 الغرب والبلدان الاخرى، لكن قدروا انهم يخلون العماره هذه تكون صديقه للبيئه. مثل ما قلت كانت تساعدنا، يعني العماره نفسها كانت تساعدنا بان نتفادى اشياء سلبيه في مناخنا وفي بيئتنا. واليوم نشوف ان في منظومات لتقييم الاستدامه في المباني تحثنا على نفس الشيء. يعني مثلا في يعني نقدر نرجع لموضوع مواد البناء. في الماضي في العماره التقليديه يعني كانوا مكتفين بمواد البناء اللي موجوده في قطر محليا، او اذا بعدوا يعني في مواد بناء كانت تدخل من اليمن، من الهند، من ايران، من بلاد الشام، يعني اماكن مجاوره. عرفتي شلون؟ ايوه. ايش رايك فاطمه يعني نرصد مع بعض مفردات العماره التراثيه القطريه من خلال هالتقرير؟ لن تخطئها العين، فهي امتداد لتاريخ شعب وحكاية وطن، وهي عنوان مرحلة أرخت لمهارة ودقة ابن هذه الأرض وكيف نجح في تطويع جغرافيا المكان والزمان لتشييد مبان بقي طابعها المعماري حياً على مر الزمان. إنها العمارة القطرية التي تمثل حضارة وثقافة المكان وهويته. تمثل العمارة القطرية هوية وتاريخاً ميز المباني القديمة التي عرفتها البلاد، ولعل أول ما يطالعك من بقايا هذه العمارة القديمة القلاع القديمة التي ما زالت شاهدة على طبيعة هذه العمارة. قلعة الزبارة في الشمال الغربي من قطر واحدة من تلك الصور المعمارية التي ما زالت تحكي قصة إبداع وتحدي، بالإضافة إلى قلعة الكوت وقلعة الوجبة، فهنا يمكن أن تتلمس روح تلك العمارة التي ما زالت حتى يومنا هذا تمثل نموذجاً للمعمار الحديث الذي استلهم منها الكثير من تجلياته. أما المساجد فهي حكاية أخرى، فلقد تميزت بعمارتها التي تلبي حاجة إنسان تلك المرحلة، معتمدة في موادها التي بنيت بها على ما يتم استخراجه من صخور ومواد طينية من البحر، كما أنها بنيت بطريقة تراعي حالة الطقس الحار في المنطقة بحيث تسمح بدخول الهواء إلى المسجد لتلطيف الأجواء خلال الصيف. وحفاظا على الطراز المعماري الأصيل، اتخذت مساجد قطر التي بنيت حديثا وآخرها مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب من المعمار القديم نموذجا لها. وللتأكيد على هوية العمارة القطرية، ارتفعت العديد من الأبراج الحديثة وسط الدوحة مستلهمة في عمارتها الطابع القطري المميز في المعمار. العمارة القطرية اليوم مدرسة مميزة تمزج بين التقليدية والمعاصرة بطريقة تمنح للعين متعة بصرية، كما أنها تمنح المكان روعة الإحساس بتراث ذلك النمط الذي يمثل ثقافة وتاريخ البلد. شفنا مع بعض فاطمة هذا التقرير اللي يتكلم عن العمارة القطرية. كلمة أخيرة عن العمارة القطرية. أحب أقول إن يعني أكثر الناس اللي أكلمهم عن العمارة يقولون إن العمارة القطرية هي العمارة التقليدية،
وما صار عندنا عمارة قطرية. أنا أقول بالعكس، في مشاريع كثيرة ومباني كثيرة يعني ما شاء الله عليهم تعلموا من العمارة التقليدية وكملوا المسيرة هذه في العمارة المتميزة، منها مشروع مشيرب، مشروع سوق واقف، وحتى من الثمانينات فندق الشيرتون وجامعة قطر، ويعني وكملوا في الجامعات في المدينة التعليمية. فأقول للطلبة وأقول حتى لغيرهم أن العمارة القطرية بالعكس نشوفها يعني اليوم موجودة ونشوفها في قيد التطوير وسباقة مثل ما قلت دائما في العمارة كشكل عام في المنطقة. بالفعل يا فاطمة، كل الشكر لك المهندسة المعمارية فاطمة السهلاوي صاحبة مكتبة أطلس للعمارة، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. الله يسلمك، مشكورة. العفو. مشاهدينا بنتعرف على الأمراض اللي تنتقل من الحيوانات المنزلية مع ضيفتنا، لكن بعد الفاصل خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا. الكثير من الأفراد يتعاملون مع الحيوانات بشكل مباشر، سواء كانت هالحيوانات الأليفة اللي تتربى داخل المنازل أو حيوانات المزرعة، لكن إلى أي مدى يمكن أن تنقل هذه الحيوانات بعض الأمراض لنا، وشلون نقدر أن نوقي نفسنا من هالأمراض؟ راح تجاوب على هالأسئلة الدكتورة البيطرية منيرة الفضالة، وهي دكتورة بيطرية في اسطبلات الشقاب. يا هلا ومرحبا فيك وصبحت الله بالخير. صباح النور حبيبتي نايلة. يا هلا، الحمد لله، الله يسلمك. دكتورة، في البداية لو بنكلم المشاهدين عن أبرز الأمراض اللي يعني طبعا تنتقل حق الأشخاص اللي يربون الحيوانات الأليفة في منازلهم، والحين نشوف بكثرة أن حتى الأطفال يحبون يربون الحيوانات الأليفة. طبعا في أمراض تنتقل من الإنسان إلى الحيوان، من الحيوان إلى الإنسان عفوا، وهي الأمراض الطفيلية مثل الديدان أو الحشرات مثل القراد أو القمل أو الجرب، وأيضا بعض الأمراض الفطرية، وهو مشهور دائما في الحيوانات اللي هو داء القراع، وأيضا الأمراض الفيروسية المشهورة وهي السعار. نعم، لكن شلون أنا أقدر أوقي نفسي عشان أو أوقي هذه الحيوانات عشان ما يصبون بهذه الأمراض؟ قبل كل شيء دائما أقول للمربي، قبل لا تشتري الحيوان أنت تشوف نفسك، هل أنت فيك حساسية من الحيوان نفسه؟ اعمل اختبار للحساسية في المستشفى وشوف إذا أنت حساس لها للوبر الحيوانات أو شعر الحيوان نفسه. ثاني شيء لازم قبل لا تشتري الحيوان تأخذ معاه الكرت، كرت التطعيم،
انه يكون هو مطعم بكل الامراض الفيروسيه، وايضا ماخذ مضادات الديدان ومضادات الحشرات. وتحديدا الاطفال دكتوره، وتلاحظين في هذه الفتره يعني ما شاء الله اطفالنا يحبون يربون الطيور، القطط، وحيوانات كثيره. لكن لو بنتكلم يعني الحين بالفتره الاخيره هناك يعني انتشرت الحساسيه وضيقة التنفس عند الكبار والصغار بسبب تربية هذه الحيوانات الأليفة. يعني شلون يلزم أن الشخص المصاب بمثل هالأمراض أنه يبتعد عن هالحيوانات؟ مثل ما قلت لك، هو أول شيء لازم يسوي اختبار الحساسية عشان نشوف نفسه إذا هو حساس، لأنه في بعض الناس يعني ما تكون يعني تختلف حساسيتهم اي وما تعرف. يعني مثلا في ناس معينه يعني عندها حساسيه من القطط، وبر القطط، في ناس لا من الكلاب عزكم الله. يعني كل حيوان يعني يختلف، نفس يعني مثل الانسان عنده حساسيه من الفراوله او من المانجا، فيختلف. صح. لكن اذا دكتوره بقول لك يعني مثلا لو وديتي الطفل معك وشاف حيوان اليف لكن هو في حساسيه، شلون اقدر اخلي الطفل انه ما ياخذ هالحيوان؟ ما ادري، يعني ممكن ان تقولوا له يعني بناخذ لكم، يعني تقنعونه في حيوان ثاني مثلا، او الطيور مثلا. طيور اغلبيه الناس ما عندها حساسيه منها، يمكن القطط وابر القطط والارانب اكثر. يعني نحاول نقنعه ناخذ له مثلا لعبه تشبه الحيوان اللي هو يحبه مثلا. صح. دكتوره، بما ان انت دكتوره بيطريه في اسطبلات الشقاب، لو تكلمينا عن تعاملك مع الخيول. طبعا الخيل يعني ما اعرف اقول لكم، هو بنفسه جميل، يعني يتكلم عن نفسه، ف ما ادري يعني شنو اللي بغيتي بالضبط اتكلم عن شنو الامراض اللي تنقلها بعض يعني الخيول حق الاشخاص. في حمى وادي غرب النيل، هو مرض فيروسي ينتقل من الحيوان الى الانسان، ولكن هو ينتقل عن طريق الطيور، والعائل الوسيط اللي هو الناموس، فالحشرات هي اللي تنقل المرض الى الخيل والى الانسان. نعم. شنو نقول دكتوره يعني اصعب حاله واجهتك في علاج احد الخيول اللي موجوده عندك في اسطبلات الشقاب؟ هو تقريبا اغلب الامراض يعني المستعصيه في الخيل هي المغص، هي حاله الامرجنسي عندنا يعني بتكون، فلازم الوقايه مثل ما نقول خير من العلاج. فاحنا دائما يعني نعطي علاقه صحيه للخيل متكامله، نحاول نتجنب الرمال في العلاقه، نوفر له الانفايرمنت او البيئه المناسبه من خلال الجو. نعم. عشان نقي من هذا المرض او العرض مثل ما نعم. يقول. دكتوره ايش رايك نبقى في الشقب ونشوف مع بعض هذا التقرير مشاهدينا؟ هنا مربط الشقب، هذا الاسم العريق الذي يشكل تاريخا عظيما لأهل قطر الأوفياء في إحدى معاركهم الأهم، أصبح الآن رمزا للأصالة من خلال حفاظه على إرث هذا الوطن، إرث للآباء والأجداد. فرس عربية أصيلة تختال بجمالها وبهائها وروعتها، ولطالما كانت محط إعجاب الناظرين، تخفق لها القلوب وتنبهر بها الأعين. الشقب أصلاً له مكانة اجتماعية كبيرة جداً، تعود إلى أكثر من 130 أو 140 سنة. طبعاً الشقب بضم القاف هي منطقة تاريخية بالنسبة لنا. البناء بشكل عام هو على شكل حذوة حصان، فلما تكون عندك خلينا نقول هليكوبتر فيو أو تشوفهم فوق بيكون معطيك الانطباع هذا
مقسم على مختلف الأماكن مختلف المساحات. في منطقة مختصة للإنتاج والجمال، منطقة أخرى مختصة للخيل الأداء. في الشقب تعيش أجود وأعرق سلالات الخيل العربية الأصيلة، ويحتوي على أكثر المرافق اعتناءً بالخيل، ويوفر أعلى مستويات السلامة والمعايير الصحية. ومنطقة أيضاً للمستشفى والمركز الأبحاث. ومنطقة أخرى للأكاديمية الفروسية. وآخرها اللي هو المنطقة المعنية بالاحتفالات أو المناسبات الخاصة بالمسابقات اللي احنا موجودين فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للشقب مكانة مرموقة على المستوى العالمي، وحقق إنجازات وبطولات لا يزال صداها حاضراً في قلوب عشاق الخيل في العالم. أنا أشوف أن الشقب راح يلعب دور ريادي فعلاً في وضع قطر على خارطة المنافسات الأولمبية بشكل عام. وتبقى هذه الفرس العربية الأصيلة خيلاء في هذا المضمار، تشكل لوحة من الجمال السالب للعقول والمدهش للنظر. يساب قلي مثل ظبي المسيلة، طويلة السمحاق والعنق متلاع، يشبه عذرا عند هلها جميلة، تنفل على كل الغواني بمطلع، تاتي النعامة مثل سعف الشميلة، وانحركت أسرع من البرق لما نبقى مشاهدينا مع الشقب، ونرجع حق ضيفتنا الدكتورة أميرة. دكتورة، لو بنتكلم عن، طبعا أنتوا أمس أقمتوا ورشة طبية، كلميني وكلمي المشاهدين عنها. كانت ورشة العمل هي عبارة عن ورشة للأطباء البيطريين، تتكلم عن موضوع التهاب بطانة الرحم في الأفراس. طبعا استقطبنا أطباء معروفين في مجال التناسل على مستوى العالم، جبناهم، وكانت عبارة عن محاضرة نظرية. نعم. وأمس كانت المحاضرة العملية، والحمد لله يعني الأطباء كانوا وايد مستنسين منها. الحمد لله. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق وكل الشكر لك الدكتورة البيطرية منيرة الفضالة في اسطبلات الشقب، ويعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لليوم من الصباح رواح. يشرفنا تواصلكم ويانا على مواقعنا المختلفة الظاهرة أمامكم على الشاشة. نشوفكم بكرة على خير مع مواضيع وفقرات متنوعة من الصباح رباح. فمان الله. We'll be right back.